تي عند بعض العلماء على سبيل المثال من عند الكمشي حصري: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. باي ترتيب ورتب القران ترتيلا امني وحنا ترتيل مو بول تحقيق مي بغ دفني اك تدوير اك حضر بنيت تحقيق نك موي نياغي ميو خمنتندي نك دي بوت نياغ نانك خا ندي بن داغي تجويد حرفي ني تجويد مي نياغ مو الشيخ مصطفى اسماعيل ولا كمن الشيخ عبد الباسط ولا شيخ مجور الشيخ حصري ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هم جانكم تحقق له ولا ين جان كدي شي عبد البسيط على سبيل المثال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاءوا على قميصه بدم كذب وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر تحقيق لبتي. بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما الحاقة كذبت ثمود
القارعة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.